السلام عليكم ومساء الخير. طبعا اي وقت بتحسوا انه انتم بحاجه انكم تقاطعوني قاطعوني عادي. اليوم ان شاء الله تكون محاضرتنا لطيفه وخفيفه. في زملاء لكم من فرع الاردن بس هم بدهم يشبكوا معنا اونلاين كمان عشان يصير في عندنا مجموعه مش واحد اونلاين، فراح يروحوا على قاعه مش في المكان اللي انا فيه، راح يكونوا في قاعه مستقله. احنا فكره محاضرتنا كانت امس مش اليوم، فهم بالنسبة لهم يعني بس انه من باب التعرف. طب نبدأ بسؤال، ما التصور الذي ترى انه الافضل لدمج وتكامل التكنولوجيا مع التدريس ليصبح التدريس فعالا؟ ترى هذا سؤال رئيسي وكبير، يعني احنا نتكلم عنه. مين بيقدر يجاوبنا على سؤال زي هيك؟ مين عنده تصور كيف احنا يجب ان نمزج او نكامل بين التكنولوجيا و التدريس؟ إيمان، احكي إيمان. السلام عليكم، أنا إيمان عليان وزميلاتي معي مثل اليوم محاضرة، وأهلا وسهلا فيك. عندنا من شباب عمان هالسيات، نسمع من شباب عمان. يلا عبد الله. حياك الله، يا هلا وسهلا. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، يعني حسب ما سمعنا يعني عندي دكتور نادر، يعني اسم على مسمى. الله يحييك يا سيدي، أهلا وسهلا بكم، من طيبكم هذا والله. أنا أحد طلابك في سلطنة عمان، اسمي عبد الله الجبري. يحياك الله، يا أهلا وسهلا. بالنسبة لسؤالك، ما التصور الذي ترى أنه الأفضل لدمج وتكامل التكنولوجيا مع التدريس ليصبح التدريس فعالا؟ نعم. عادة احنا كمعلمين نلجا الى تسخير التكنولوجيا الممكنه في كل غرفه صفيه. حلو. حيث ان نرسم في البدايه الاهداف المتوقعه تحقيقها. نعم. في غرفه الصف، وبعدها نضع استراتيجيات مناسبه للتكنولوجيا الموجوده. نعم. يعني لا نتكلف مفقودا. احسنت. بحيث نسخر جميع الامكانيات التكنولوجيه في خدمه اهداف الدرس. الله يعطيك العافيه. التصور يكون بوضع استراتيجيات مناسبه لتلك التكنولوجيا. نعم. الله يجزيك الخير، شكرا جزيلا، إجابة جيدة. نعم نعم. أنا بس عشان نكسب وقت، إذا صوتي واضح عشان أكمل الكلام بسرعة، إحنا هدفنا حقيقة اليوم بالمحاضرة إنه نجاوب على سؤال مهم جدا، وهذا من الأسئلة اللي إحنا دائما ممكن نسألها في امتحان الشامل أو كسؤال عام. لو إنك أنت وضعت مسؤول عن تكنولوجيا في مؤسسة تعليمية، بماذا تنصح هذه المؤسسة حتى يدوم يمزجوا التكنولوجيا في التعليم بشكل فعال؟ احنا موضوعنا عن المالتي ميديا بشكل رئيسي، ولكن يعني بنجمل على التكنولوجيا بمنظورها الأعم. اللي تفضل فيه أستاذ عبد الله قبل شوي كلام جميل، احنا بنحاول الآن من خلال هذه المحاضرة نخرج بمنظور شامل وتكتيك معين يستخدم في التدريس يكامل اللي هو التكنولوجيا مع التدريس بشكل فعال. ولو شفتوا العنوان المكتوب اللي هو المعرفة التكنولوجية لبيدغوجيا المحتوى، اللي هو بسموها باختصار التي باك، اللي هي التكنولوجيكال بيدغوجيكال اند كونتنت نوليدج. خلينا نشوف ايش اللي بتتكلم عنه هذه الفكرة. من أهداف أهم الأهداف اللي نسعى تحقيقها دائما اللي هي أفضل الطرق، استكشاف أفضل الطرق وتوفير بيئة تعليمية للتفاعل، هذا كلنا يعني متفقين عليه. في واحد اسمه شولمان أحد العلماء في عام 86 طلع لنا مصطلح اسمه البي سي كي، اللي هو المعرفة البيداغوجية للمحتوى. باختصار بدون تفاصيل، يعني المعلم حتى يستطيع أن يقوم بعملية التدريس بشكل فعال بحاجة إلى معرفة بالمحتوى، لازم يعرف مادته التعليمية subject matter بنسميها، لازم يعرف بيداغوجيا اللي هي طرق التدريس ومهارات التدريس، ويعرف خصائص طلابه، ويعرف تكنولوجيا. الآن هذه التكنولوجيا هي اللي أضيفت صراحة جديد على فكرة شولمان. شولمان ما وضع التكنولوجيا من ضمن المعارف التي يجب أن يعرفها المعلم حتى يقوم بالتدريس، فوضعت حديثا، لذلك صار اسمها بدل ما المعرفة البيداغوجية
للمحتوى صار اسمها تكنولوجيكال بيداغوجيكال كونتنت نوليدج، المعرفه التكنولوجيه لبيداغوجيا المحتوى، وتضمن معرفه المعلم بطرق التدريس المرتبطه بمجال متخصص. يعني هنا يجب ان نميز انه المعلم ممكن مثلا استاذ بيعرف رياضيات شاطر في الماده العلميه وبيعرف طرق تدريس عامه وبيعرف خصائص طلابه وعنده مهارات في استخدام الادوات التكنولوجيه، لكن اللي احنا اللي بندور عليه مش كل واحده لوحده مستقله، من المعلم يعرف معرفه متخصصه لتدريس محتوى متخصص بوسائط اكثر فاعليه، يدور على اكثر الوسائط فاعليه. فمثلا لما يجي مدرس بده يدرس مثلا الاعراب في اللغه العربيه سيحتاج تكنولوجيا معينه، سيحتاج طرق تدريس معينه، لازم يعرف خصائص طلابه في هذا الموضوع. اذا تغير الموضوع حتى في اللغه العربيه، مثلا بده يدرس موضوع انشاء لازم تكون استراتيجيته في التدريس مختلفه، التكنولوجيا المستخدمه مختلفه، الماده العلميه مختلفه. نعم علشان يسمعوا شويه عشان الصوت مش واضح قوي. اه اديني بس دقيقتين بعد اذنك او يلا. الحك لو ممكن يعني نعدل صوتنا اكتر او مش عارف نعمل ايه، بس يعني انا بس ارتبهم الاول وبعد كده ارجع لك. اوكي. نكمل بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمعرفه التكنولوجيه لبيداغوجيا المحتوى، مثل ما حكينا قبل شوي، هي عباره عن معرفه متخصصه. انا بميز بين انه المعلم يعرف طرق تدريس بشكل عام، المعلم يعرف مادته العلمية بشكل ممتاز، المعلم يعرف خصائص طلابه، المعلم يعرف تكنولوجيا. هذه أساسيات، لكن احنا اللي بندور عليه صراحة اللي هو التي باك، فهي تمثل الدمج الكامل والاتحاد بين المعارف السابقة ككل بشكل متخصص. يمكن لو نطلع على الشكل التالي بعطينا تصور أوضح اللي هي المعرفة التكنولوجية لبيداغوجيا المحتوى أو التي باك، وهي المنطقة اللي في النص هذه اللي هي بتربط أو اللي هي بتتطلب معرفة متخصصة جدا للمعلم اللي هي وسائل التعليم، المحتوى المعرفي والتكنولوجيا اللازمة وخصائص طلابه. هنا في إضافة اللي هي البيئة، يعني لازم كمان يعرف البيئة اللي بده يعمل فيها هذا الاستخدام. معيد مرة ثانية مثال، أنا لما أدرس في الرياضيات العدد الأولي، أولا لازم أكون كمعلم عارف معنى العدد الأولي كمادة علمية. رقم اثنين، لازم أعرف مين أفضل طريقة تدريس أو استراتيجية تدريس أو تكتيك تدريس أدرس فيه العدد الأولي. رقم ثلاث، لازم أعرف مين التكنولوجيا المناسبة لهذا الدرس. وأخيرا لازم أعرف خصائص طلابي، إيش الصعوبات اللي ممكن تواجههم، ثم أطبق هذا في البيئة التعليمية اللي أنا راح أنفذ فيها التعليم. حقيقة هذا النوع من المعرفة صار معرفة متخصصة جدا، معرفة متخصصة جدا، ولا يستطيع أن يقوم بها إلا معلم مدرب جيدا. فأتوقع يعني أنا قاعد بعطي نوع من الإضاءة على إجابة على السؤال السابق. التصور اللي هون أشمل بكثير من التصور اللي قبله، وهنا أنه بوري أنه التيباك هو متعدد الدايمنشنز، يعني أبعاده متعددة. احنا لازم نعرف في السبجكت ماتر اللي هو المادة العلمية، في الانديفيدوالز عن خصائص الطلاب، نعرف بالبيداغوجي اللي هي طرق التدريس واساليب التدريس، نعرف البيئة التعليمية الى اخره، بالاضافة الى معرفتنا للوسائط التعليمية المختلفة. طب هنا دكتور انا راح اسأل سؤال، وهذا كان من اللي هو موضوع بحث لطالبة من زملائكم وفاء متاني، ان شاء الله ممكن تناقش في شهر 11. كان التساؤل، وأنا بدي أسمع إجابة منه، مين أفضل أن المدرس يقوم بإنتاج المادة التعليمية المحوسبة بإيده، ولا يستخدم وسائط متعددة معدة من قبل الآخرين؟ يعني مثلا إحنا عندنا في وزارة التربية والتعليم في وسائط متعددة جاهزة موجودة وأفيلابل للمدرس فري. الآن هل المدرس أفضل أنه يستخدم هذه الوسائط المعدة مسبقا من قبل آخرين، ولا الأفضل أنه هو يتعلم كيف ينتج الوسائط المتعددة بيده ويستخدمها لتدريسه؟
بحجة أنه أنا يعني أقدر على معرفة خصائص طلابي وأقدر على توظيف هذه التكنولوجيا بطريقتي. من غير عبد الله. خلاص خدت الدور عبد الله. هلا مريم. يعني هذا دكتور نادر، هذا من الأسئلة البحثية اللي احنا ممكن يعني انه فعلا لو انا استخدمت نوعين من طرائق التدريس المعتمدة على التكنولوجيا، بلندد ليرنينج ونموذج اشتقيناه من التيباك، من معرفة البيداغوجية للمحتوى للمعلم، هل راح نجد مثلا فرق؟ تمام يا دكتور. طب معاك مريم بريك يا دكتور. اهلا وسهلا. على فكرة صوتك واضح. عليكم السلام. عليكم السلام. أهلين يا مرحبا. كان سؤالك عن إنه هل المعلم يسوي تكنولوجيا مستقلة أم إنه التكنولوجيا موجودة في الأصل، صح؟ لا مو هيك. سؤالي أيهما تفضلي؟ أيهما تشعري إنه أفضل للمعلم؟ أي. إنه يستخدم تكنولوجيا معدة من قبل آخرين؟ مثلا الوزارة عاملتها أو يعني سي دي جاهز أو شيء مثل هيك؟ ولا هو يعد المادة التعليمية كما يحب، المادة الإلكترونية؟ هو يعد المادة كما يحب، لأنه في الأصل يكون يعرف مستويات الطلبة. نعم. عنده، فأفضل إنه يعد هو بنفسه، يعني مش معد مسبقا. طب أنت انطباعك يعني إنه راح يكون في أثر على الطلاب أفضل لو المدرس أعد المادة بنفسه، ولا لو استخدم الوسائط؟ أيوة، يكون عنده علم بقدرات الطلبة بفروقاتهم الفردية. طب نعمل تصويت عليها. طب نعمل تصويت دكتور نادر، نسوي تصويت. اللي بيقول انه الوسائط المتعددة، الوسائط المتعددة الجاهزة افضل يرفع ايده. اللي شايف ان الوسائط تكون جاهزة متناول ايد المعلم يرفع ايده، شايف ان هو افضل يعني يرفع ايده. لا لا لا، ما احنا هنصور مش هنحلل دلوقتي. انت رايك يعني، برايك يعني ولا واحد رافع ايده يعني كلكم مع انكم انتوا تنتجوا لحالكم، بس هاي ما بتعمل ضغط على المدرس؟ طيب شغله انه هو ينتج ماده بايده دكتور استاذنك. طيب في معنا رشا عندها نعم. راي مختلف. يلا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هي نفسها معدة من قبل أشخاص أوكي هم مؤهلين. نعم. وهذه الوسائط أحيانا بتكون معدة من قبل يعني المصمم التعليمي نفسه أثناء ما عدل هذه الوسائط أو الميديا راعى فيها بعض الخصائص الموجودة عند الطلبة. وأحيانا أخرى في بعض الحالات بتتطلب إنه المعلم يفضل إنه هو يعد فيها الوسائط التعليمية بنفسه مراعاة للخصائص الفردية بالنسبة للطلاب. كويس. مراعاة للبيئة نفسها الموجود فيها الطالب، مراعاة للخلفية التاريخية والثقافية مثلا بالنسبة للطالب أو المجتمع. نعم. فأنا شخصيا عن نفسي مع الرأيين، في بعض الحالات تتطلب فيها مثلا وسائل. الله يعطيك العافية، رأي سديد. بس أنا اللي حابة أوصله يعني من هذا النقاش أنه يعني ما في تصور أمثل، والبحث اللي إحنا بصدده كانت نتيجته أنه صراحة ما في فرق بين انه المعلم يستخدم يعني كفرق. احنا في ايش؟ في قدرة الطلبة على حل المشكلات في مادة كيمياء للصف العاشر، كان الموضوع مادة كيمياء للصف العاشر في قدرة الطلبة على حل المشكلات. المدرسة نفسها هي عملت وسائط متعددة بنفسها انتجتها، وفي شعبتين ثانيات استخدمت الوسائط المتعددة الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم. في المحصلة كان الطلبة الذين درسوا بطريقة البلندد ليرنينج اللي هي عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم لا يختلف أو لا تختلف نتائجهم عن نتائج الطلبة الذين تعلموا من خلال الوسائط المتعددة التي أنتجتها المعلمة. يعني هذا اللي هو نتيجة ما توصل له البحث عندنا هون.
طبعا في الاضافات اللي تفضلت فيها رشا صح اللي تكلمت قبل قليل. نعم يعني هذا بيدلك على انه الموضوع يعني يحتاج الى بحث اكثر حتى نستطيع ان نخرج بتصور مثالي لكيفية توظيف التكنولوجيا. لذلك هذه من الأسئلة المفتوحة حقيقة. الآن دكتور تلخيص للتيباك كله أتوقع أنه راح نروح على اللي هو الفيديو نمبر 1. إذا بتشغلهم إياه دكتور من عندك بصير. ثانية واحدة يا دكتور. حاضر معك. هذا دقيقتين فقط يعني بيعطيكم ملخص لكل اللي فات. هو موجود على الشات دكتور. هيته موجود على الشات اللي هو فيديو نمبر 1 حاط عليه اللي تحته اللينك اللي تحت فيديو نمبر 1. شفته بالشات؟ اعمل له ريسنت. شوف هيك دكتور. طب ايش رايك اشغله من عندي بلكي نشتغل ممتاز. شوف هيك دكتور نادر. انت شغلته خلاص؟ يس ايوه دكتور خلاص. انت واصلوك الروابط دكتور صح؟ واصلينك الروابط تمام يا دكتور. ميم صوته كويس بس يعني لازم يكون عندكم سماعات ما شاء الله تكون. امبارح انا جبت سماعات على المحاضره يعني عشان نسمع كويس. بس هو يعني ممكن دكتور يعني نعمل سكيب لهي النقطه على اساس انه هذه يعني بس مجرد تلخيص للي تكلمنا فيه. الان راح انتقل على النقطه اللي وراها. اذا ممكن دكتور الفيديو الثاني اللي هو قلب التدريس. لو نسأل سؤال طيب في حدا بيعرف شو هو قلب التدريس او حدا استخدم المصطلح هذا سابقا؟ دكتور ممكن اشارك؟ ممكن تشاركي. نعم شاركي. برأيي انه قلب التدريس او عكس التدريس معناها انه المهارة او الادوات توصل للطالب عبر ايميل او عبر برنامج تكنولوجي. يقوم الطالب بالاطلاع على هدف الحصة أو المحاضرة، بيفهم المحتوى من خلال فيديو مثلاً أو صور أو محاضرة مسجلة. بيكون مهمة الأستاذ هنا موجه ومشرف على أداء المهام، وما يحصل بالغرفة الصفية هو تكملة للمفروع عن طريق حل نشاطات بوجود الأستاذ المادة مع الطلبة. الله يعطيك العافية. نعم تفضلي. بكل بساطة عكس التدريس انه احنا بنعكس التدريس، بدل ما انه يكون التدريس في القاعة الصفية في المدرسة او في الجامعة، بصير التدريس في البيت من خلال ما قال زميلتي ضبط الفيديو والصور والصوت عبر الايميل او عبر اليوتيوب او اي وسيلة متاحة. ولما الطلاب يجوا على المدرسة يصير في حل الواجبات، هيك يصير في دور فعال اكبر للطالب وتخفيف العبء على المعلم، ويصير متأكد انه الواجبات اللي بيحلوها بيحلوها امامه وبجهدهم الشخصي. نعم. الان بدنا من شباب عمان عاد هسه من شباب
هذا غير رشاد وعبد الله ورشاد، هذا الدكتور نادر خلص ممنوع يطلع. الفيديو خلص دكتور نادر، الفيديو بشوفوه بعدين يعني، ما مش مشكلة الفيديو. تفضل. لا السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه رشا دكتور، هو التدريس الصف المقلوب هو نموذج او هو مثلا اسلوب يمكن حديث في الدول العربيه بعد ولكنه معروف في الدول الاجنبيه الاخرى. هو بيعتمد في الاساس على اساس انه الطالب هو محور العمليه التعليميه، حلو، بحيث انه بيكون المعلم موجه فقط بالنسبه للطالب، مساعد بالنسبه للطالب في حل الانشطه، حل الواجبات. فبدل فبيكون حل الانشطه بياخذ الحيز الاكبر من الحصه او الزمن التعليمي، فبالتالي بيكون تكريس زمن الحصه بيرجع بشكل كامل بالنسبه للطالب، بيستفيد منه الطالب بشكل اكبر. بينما في العمليه مثلا العاديه او العمليه التقليديه بيكون انه المعلم هو المحور، وبيكون الواجبات او الانشطه بتحل في البيت في فتره زمنيه، يعني بيعتمد على الطالب بعدين في البيت انه هو يحل الواجبات، وبالتالي الحصة أو الدرس بياخد المساحة الأكبر. بينما في الصف المغلوب الحصة أو الدرس بياخد الزمن القليل، والأكثر بياخدوا الواجب أو النشاط، بيساعد الطلبة على أساس إنه يستفيدوا أكثر من المعلم، بيركز المعلم جهوده بالنسبة للطالب، بالذات الطلاب مثلا المحتاجين مساعدة، براعي بالنسبة للفروق، يعني كل طالب بياخد فترة زمنية أكبر من الأسلوب التقليدي المتبع سابقا. الله يعطيك العافية. بس أنا دكتور نادر بدي أضيف شغلة، يعني إحنا هنا في الجامعة العربية المفتوحة فرع الأردن تقريبا بنستخدم هذا النمط من 5 سنوات، يعني حتى قبل ما كنا نعرف إنه هذا المصطلح مستخدم عالميا باسم قلب التدريس، بالذات في موضوعات مثل مادة تصميم برمجيات في البكالوريوس، موضوعات الرياضيات، مواد الرياضيات. الطلبة عندنا فيهم عندهم مشكلة يعني نوعا ما في تحضير للدرس أو فهم الدرس أو حتى المراجعة، خصوصا يعني معروف أنه طلبتنا من اللي هم كبار السن نوعا ما، ربات بيوت عاملين، أقول لك أنا ما بتذكر فبدي أعيد. ومنها قامت الجامعة بعملية اللي هي تسجيل الفيديوهات، الفيديو ستريمينج وتسجيل المحاضرات، حتى يصير في عندنا ريسورس للطالب موجود سواء لتحضير الحصة أو لمراجعة المحاضرة اللي أعطيت. الطالب غاب، يعني إحنا هسه اللقاء اللي قاعدين نسويه هذا مسجل، لو طالب مش موجود وحب يشوف إيش اللي صار بالحوار اللي بيننا، هاي نحن سجلناه كامل. فهون ممكن نقول يعني إنه هذا الأسلوب يعطي إضاءة كيف يمكن أن نوظف التكنولوجيا بشكل جيد وفعال في المدارس أو داخل الغرف الصفية. في ناس بقول لك يا أخي أنت هذه بتنفع لكبار، يعني لازم يكون الطالب واعي حتى يستطيع أنه والله يروح يمسك الفيديو يطلع عليه لوحده. الطلاب الصغار ما بيسووا هذا الشيء، الأطفال ما ممكن يسووا هذا الشيء، يعني من تجربة أنه ممكن أنه تحت إشراف الأهل ليس فقط يعني من خلال الطالب بذاته. طيب إذن هنا ننتقل على النقطة اللي وراها اللي هي ما حسنات أو ما سيئات هذا النوع من التدريس. طبعا هذا اللي تفضلت فيه خلاص، هذه الصورة معبرة عن قلب التدريس، حاجة الطالب. لماذا يحتاج الطالب قلب التدريس؟ ما الداعي له؟ إنه هو سرعة التعلم عند الطلبة مختلفة، مش كلهم بيتعلموا بنفس السرعة، مشكلة تذكر المعلومات، مشكلة غياب بعض الطلاب، مشكلة إمكانية حل الواجب والتحضير للدرس الجديد. في هاي الحالة احنا بنكون يعني لبينا او حلينا بعض المشكلات عند الطلبة. الان ما حاجة المعلم لهذا النوع من التدريس او طريقة التدريس. مشكلة الوقت، مدرسين اغلبهم عندهم مشكلة مع وقت الحصة، انه وقت ضيق والمعلومات كثيرة، فهو ممكن يعطي المعلومة الاساسية اللي بحاجة للشرح مباشر عن طريق الفيديو، ثم يأتي الطلبة للصف حتى يمارسوا نشاطات
طبيعتها مثلا حل مشكلات او تعليم تعاوني يتعلموا منها اشياء اخرى. مشكلة المعلومات السابقة عند الطلبة، كثير طلاب عندهم يقول لك انا والله ناسي المعلومة هذه، فممكن ارجعه حتى ما اضيع وقت خلال الحصة على هذه المعلومة السابقة، ارجعه لفيديو او لصوت او لوسيطة تعليمية تساعد على تذكر المعلومة السابقة. عدم وجود وقت كافي للتدريب، هذه مثلا تصلح مع الكورسات او المواد اللي بيكون بحاجة لتدريب عملي، فممكن احنا نجهز الفيديو اللي هو التوتوريال اللي بيعلم المهارة، وهذا صراحة بنتبعه هنا في الجامعة العربية المفتوحة مع طلاب البكالوريوس مع طلاب الماجستير. يعني طلابنا اللي يتعلموا على الكمتازية، هاي متصدقنا إيمان ولا لا، ما بنعطي ديتيلز في الشرح، فهو موجود عنده فيديوهات توتوريالز بيعلموه كيف يشتغل على السوفتوير، بيجيني على المحاضرة بيأخذ المهارات بيتدرب أمام الأستاذ بمساعدة زملائه. عدم وجود وقت كافي لحل المسائل والانطلاق للمهارات المستويات العليا، هنا في هاي الحالة أتوقع بصير في عنا وقت بتمكن المعلم إنه يوصل هاي. نعم. بس اللي أحقب إنه يظهر من كلام زميلتنا في عمان، نعم، إنها هي دمجت ما بين الحديث عن التعلم التعليم التقليدي والتعليم خلينا نحكي بالطريقة الحديثة أو ما بين الفليبينج إنستركشن. نعم. يعني كنت حابة إنه نركز على معلومة إنه إحنا ندرس بالبيت ونيجي نحل أنشطة ممكن بالصف. نعم. لا لا هي نعم لا إيمان برضو هي كلامها يعني صحيح، لأنه إحنا في هاي الحالة بنضع الطالب موضع مسؤولية، يعني هو مسؤول عن تعلمه، فهو لازم يعتمد على ذاته وبصير هو المحور في هاي الحالة إنه يتعلم. نعم بيكون منطقي كلامها. الآن النقطة، ماذا سيفعل الطلبة في البيت؟ طلعوا الكلمات watch summarize question، الطالب بيطلع على الفيديو بيعمل تلخيص، طبعا بيقرأ الكتاب بيطلع على الفيديو بيضع أسئلة، هذه الأسئلة عشان إيش يسوي فيها؟ يروح فيها على المدرسة يتناقش فيها مع مدرسه وزملائه. طيب ماذا يفعل المعلم في الصف إذا كان الطلبة بدهم يجوا مطلعين على الفيديو شايفين الشرح وملخصينه ووضعين أسئلة في الصف؟ إيش بدهم يسوي الطلاب مع مدرسهم؟ في هاي هنا بيكون في فرصة للطالب أن يتحدث ويسأل ويناقش ويقارن ويتفاعل مع زملائه بشكل أقوى مع وجود إشراف المعلم المباشر على مثل هذه النقاشات وهذه الحوارات وهذه الأسئلة. بحاجة لجهد حقيقة، مش سهل، يعني مش إنه يعني جنة عدن، هو بحاجة لجهد. الآن في قلب التدريس every student think writing thinking writing interacting reading listening. لاحظ انه انا بصير في عندي ما في طلاب مهملين في الصف، لانه مدرس في هاي الحالة بيجد الوقت الكافي انه يتفاعل مع جميع الطلبة حتى لو ما كانوا مشاركين، فهو بيجبرهم على المشاركة بهذا الطريق. طب انا بدي اسأل سؤال، انتهى العرض هنا دكتور؟ نعم. طب انا بدي اسأل سؤال هنا، افرض انك يلا تفضل. تفضل دكتور مفيد. من خلال مشاركة الأخت في الأردن قالت أن الطالب ليس محور العملية التعليمية، نحن درسنا خلال مراحل تطور العملية التعليمية، بدأت أن المحور كان المنهج. نعم. المحور يعني تطور من المنهج الطرق التدريس ما غير ذلك، وصل إلى المنهج أن محور العملية التعليمية هو الطالب. فهي كيف تقول أن الطالب لا هي عفوا هي ما قالت أساس أكمل النقطة الثانية، الصف المقلوب يعني بمثابة قلب التعليم التقليدي. التعليم التقليدي كان الطالب يعني المعلم يقوم بتلقين الطالب، نعم، ثم يكلفه بواجبات وأنشطة ينجزها ويأتي في يوم التالي لتقييمه، بينما الصف المقلوب لا، يأتي الطالب بأنشطة وبتحضير وبأسئلة زين من المادة التعليمية التي بين يديه، سواء كانت مادة فيلمية أو مادة مكتوبة، ثم يناقش المعلم في الأشكال التي لبست عليه أو التي لم يستطع فهمها، بحيث أن الطالب يعتمد على ذاته. إذن الطالب عندما يعتمد على نفسه ليس معناته أنه ليس هو محور العملية التعليمية. نعم صحيح كلامك. دكتور طبعا.
عملية تعليمية أبدا. أنا لقيته إنه إذا بدنا نعرف عكس التدريس أو الفيرينج إنستركشن بشكل يعني مخصص أكثر أو نركز على نقطة إنه التعليم بيتم في البيت والواجبات بتتم في الصف، أما الطالب هو محور العملية التعليمية 100% الطالب محور العملية التعليمية ولازم يكون محور العملية التعليمية. حكيته ما بينافي انه الطالب محور العمليه التعليميه. نعم صحيح، وانا هذا كنت بدي اقوله، هو ما حكت انه الطالب ليس محور عمليه تعليميه، لكن يعني علقت على انه انه قلب التدريس يعني يفهم منه انه الطالب محور العمليه التعليميه. نعم يفهم، لانه هو يتعلم او مسؤول عن تعلمه، هذا جزء اساسي لانه في اعتماد على الذات. طب انا عندي اشكاليه، انا بدي واحد يساعدني فيها، جيت طبقتها قبل سنتين مع طلاب الرياضيات عندي هون في الجامعة، عشي عملي والله، وانت مدرس هالسيارات بدنا نشوف مين بده يفزع لنا فيها هذه. قلت لهم طلعوا هاي الفيديو، المرة الجاية راح ناخذ الدرس الفلاني كويس، وجوني على المحاضرة يعني خلنا نقول في 30 طالب، في 15 واحد مو محضر ولا بتطلع على الفيديو ولا اشي. انا شو جاي مقرر اسوي؟ أجيب معي ورقة عمل معتمدة على الفيديو اللي شارح فيه التفاصيل هذه، وأعطيهم إياه يحلوها قدامي في الصف في المحاضرة، وتابعهم أثناء الحل حتى إذا بيطلع واحد عنده استفسار أو عنده شغلة. إيش أعمل في هاي الحالة؟ عرفت شو المشكلة؟ المشكلة نص الطلاب إجوا مو محضرين. وصل السؤال دكتور؟ هذا دكتور نادر. يلا، لانه هاي من الاشياء العمليه ممكن تواجهك فعلا لما تتبنى هذا النمط من التدريس. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بس لو سمحت عيد السؤال. السؤال مره ثانيه اقول لك، انا وهذا عملي حقيقة حصلت، مش يعني موقف افتراضي. أنا عندي بدي أطبق قلب التدريس في محاضراتي، فطلبت من الطلاب أنه في المرة القادمة تيجوا محضرين الفيديو الفلاني مدته 10 دقائق، ربع ساعة فقط، ما يزيد عن ربع ساعة، وأنا راح أجيب معاي ورقة عمل وأطلب منكم تحلوها داخل المحاضرة، معتمدا على أنه الطلاب إيش محضرين. جيت لقيت نصهم مو محضرين، نص الطلاب لقيتهم مو محضرين، ايش اسوي؟ انصحني. طبعا اول شيء تعرف الاسباب اللي ادت الى نصف الطلاب لماذا لم يحضروا في البيت، ربما تكون هناك اسباب يعني تكنولوجية. طيب. في الموضوع او ربما هناك ظروف خاصة وهؤلاء اعطيناهم اياها اوفلاين. أعطيناهم إياه أوفلاين، يعني واحد يقول لي ما عندي نت، قلنا له هيها موجودة على فلاشة خذها على فلاشة، بس هو ما كلف خاطره. طيب عاد الطريقة الثانية تلقى إلى الدرجات. يعني هددهم بالدرجات. يعني آخر الدواء الكي بالنام. لا أنت رحت على طول على آخر الدواء. إذا أنت أعطيتهم أوفلاين وعطيتهم فلاش وما حاب إنه يحضر، جهزنا لهم اياها اوفلاين وجهزنا لهم اياها اونلاين، واكدنا عليهم انه المره الجايه راح اشتغل بهذه الطريقه. اذا هذا الطالب سوف يتحمل نعم مسؤوليته بنفسه، يعني بالضبط يتحمل العقبات. الان انت لو انك مكاني كمدرس ايش بتعمل؟ انا لو كنت في مكانك ربما اولا راح اقوم بعمليه النصح والارشاد اولا لهؤلاء. نعم. اعزز ايضا، اقوم بعمليه التعزيز انه احث الطالب يقوم بعمليه التحضير مسبقا. نعم. للموضوع قبل حضوره الى الصف. طب انا اقول لك شو عملت. ربما انه راح يحفز الطلاب انهم البقيه يحضروا للدرس. نعم. قبل ذلك. طب انا اقول لك شو عملت معهم. انا استمريت على النهج اللي انا اقريته، ما تراجعت، لأنه هذه كانت عبارة عن أول محاضرة جس نبض للمدرس إنه هل
لو ما جئنا محضرين راح يعيد يشرح من جديد. الآن أنت بالمنزلق خطير، إذا شرحت وعدت الشرح المرة القادمة راح يزيد عدد اللي ما حضر، وإذا استمريت على نهجك راح يتناقص العدد. ثلاث محاضرات فقط، بعد ثلاث محاضرات الكل صار يمشي على النهج اللي أنا راح أتبعه، لأنه وجد أنه ما في فائدة، ما راح أعيد شرح. وشغلة أنه بعدين السؤال المرفوض، إيش السؤال المرفوض؟ مش فاهم ولا إشي. فيش إيش اسمه مش فاهم ولا إشي؟ كيف يعني مش فاهم ولا إشي؟ يعني أنا اللي بدي أحكي لك إياه في المحاضرة، اللي بدي أشرحه في المحاضرة هاي حاط لك إياه بالفيديو. إذا حضرتك لازم إيش تسوي؟ تتابع وتحضر نوع حقيقة يعني نتيجة مثل هذا النمط من التدريس وجدت إنه صار في فرق في نسب النجاح. يعني أول كنا من يعني نسبة الرسوب صراحة كانت عالية في الرياضيات، بعد شوي وصلنا نوجد إنه نشد في التصحيح علشان الطلاب ما يأخذوا علامات كاملة، لأنه صاروا فعلا يعتمدوا على أنفسهم بشكل كبير جدا. إذا حدا عنده سؤال من الشباب أو بحب يستفسر أو يضيف شيء، أنا إحنا هيك الفكرة أتوقع انتهت. شكرا لكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. عرفي عن نفسك بالأول. نفس الموضوع، وفاء صوتي. حياك يا الله. دكتور حبيت أضيف نفس الموضوع، بس ممكن أستخدم خطة بديلة تكون يعني حاطنها في عين الاعتبار. نعم. اللي هي ممكن أستخدم تعليم الأقران بالنسبة للطلاب اللي هم حضروا. نعم. أستخدم أو أرشح أحد الطلاب اللي قاموا بالتحضير إنهم يعرضوا المادة التعليمية اللي شافوها في الفلاش أو الأشياء اللي فهموها. بعدها ممكن طبعا نستعرض ورقه العمل اللي انت كنت محضرها على اساس. نعم. يعني تكون كورقه نشاط، يعني ورقه نشاط. ايوه، لان في الغالب يعني المفاهيم اللي تكتسب بالنسبه للطلاب لما يعني الماده تكون رياضيات تكون صعبه جدا فعلا. ممكن يكون احد الاشخاص حاول انه يحضر، ممكن يعني الطالب الثاني او المعلم الطالب الثاني حاول ان ما حاول انه يحضر لانه يعني صعبة بالنسبة إليه. يعني يحب الموضوع، أيوة، أو صعبة بالنسبة له، أيوة. نعم. فممكن نستخدم بس هذه الطريقة على أساس تكون تشجيعية للطلاب، بحيث إنه المرات القادمة يكون خلاص يعني أي واحد حاط في نفس عين الاعتبار إنه ممكن هو اللي ينحط في نفس الموضوع ويقدم المادة للزملاء. الله يعطيك العافية، شكرا لك، إجابة ممتازة. تمام. شكرا جزيلا. يا دكتور نادر تلخيص سريع، احنا تكلمنا عن موضوعين فقط، التيباك والفليمينج انستراكشن. والفليمينج انستراكشن يعني هو نوع من التكتيكات اللي مرتبطه صراحه بمعرفات المعلم البيداغوجيه بشكل قوي جدا. سؤال عام وهذا خلوه ببالكم، يعني ممكن تودونا اياه على الفورم اجابته، سؤال مفتوح بعد ما تنتهوا إن شاء الله من دراسة المقرر. لو طلب منك أن تكون مسؤولا عن دمج التكنولوجيا في مؤسستك التعليمية، ما الخطوات أو ما الخطة التي ستضعها لتحقيق هذه الغاية؟ خطير جدا. هذا سؤال اوبن، يعني هذا بينفع للشامل صح ولا لا؟ انا مش عايز اجيب سيره الشامل خالص، يعني هو سؤال خطير، سؤال شامل يعني. فالاجابه عنه بدها تكون يعني ما تكون بس مجرد كلام مجزوق، بقدر ما يكون عندك تصور بعد ما تخلص من هذا المقرر، يعني انه يصير عندك تصور انه فعلا كيف امزج التكنولوجيا بشكل فعال داخل الغرفه الصفيه. اليوم اعطينا اضاءه على اجابه لهذا السؤال، نوع من الاضاءه على هذا السؤال. يعني ارجو تكون المحاضره دم خفيف عليكم بس. لا ممتعه جدا يا دكتور، جزاك الله يخليكم. حد عنده اي استفسار يا جماعه؟ هبه اتفضلي، هبه اتفضلي.
على فكرة في دكتور نادر شايف بالصورة خلفي في طالعة بخور، شايفين البخور اللي وراي؟ هذا بخور عماني ترى حقيقة والله مو مزح. تفضلي. لا بدونها بدونها. مرحبا دكتور. أهلين مرحبتين. أول شيء أنا من الأردن. أهلا وسهلا بك، مرحبا. زملائي بعمان. حياك الله. دكتور طبعا بالنسبة للسؤال الأخير اللي حكيت عنه. نعم. ما راح أكيد راح يكون في إجابات مفتوحة إلها كثير ومفروضة. نعم. بس في كثير خطوات لازم من مش كمعلم كإدارة هي اللي تفكر فيها كيف ممكن دمج التكنولوجيا بالمؤسسة التعليمية. وأنا من وجهة نظري يمكن أهم إشي هي البنية التحتية للبيئة التعليمية، إذا كانت مهيئة إنها تقدر تدمج هاي التكنولوجيا بهاي بالبيئة أو بالمؤسسة التعليمية. نعم، هو أنا معاك في هاي النقطة. نعم البنية التحتية مهمة، لكن في كمان قضية ثانية مهمة جدا جدا اللي هي العامل البشري، القوة البشرية. لأنه أنا يعني عندنا تجربة في الأردن صراحة سيئة في هذا الموضوع. كثير مدارس دخلوا تكنولوجيا وحطوا تجهيزات وعطوهم كل شيء. شو بدك كل مدرس لابتوب وداتا شو لكل مدرس مش لكل مدرسة، وودوا لهم نت وجابوا وحطوا لهم كل شيء. وبعدين استخدام التكنولوجيا في التدريس صفر، بالعكس تراجع يعني. صح، لانه لازم يعني قبل زي ما حكيت قبل شيء لازم ندرب نعم. الاشخاص اللي راح يستعملوا هاي التكنولوجيا، هذه اهم نقطه اكيد. فانا بقول لما تيجي تسوي على هذا السؤال هيك فكروا بعمق شويه، يعني حط في عندك عوامل بشريه، كفاءات بشريه، عندي بنيه تحتيه، تجهيزات، في عندي وسائط متعددة، عندي منهاج، عندي أولياء أمور، عندي طلبة. موضوع كبير شوي. صحيح يا دكتور، هو بس استأذنك اللي احنا نعم. دائما يعني بنواجه الطلبة عندنا لقراءة متأنية للمطلوب نعم. من السؤال. صحيح. يعني لما بتحدث عن خطة، ولما أقول خطة متكاملة معناها ان اكيد هيكون فيها اكتر من محور، هيكون فيها اكتر من طرف، فيها اكتر من مكون، وبالتالي التناول معاها بيتم بشكل موسع وبشكل صحيح. شامل، مش يعني اتكلم على عنصر واحد حتى لو كان هو الاهم، ولكن بتبقى شكل يعني طرح كبير جدا. جزئيه دمج التكنولوجيا داخل اي مؤسسه تعليميه اعتقد بتبقى محتاجه يعني رؤيه ومحتاجه اجراءات وخطوات، اعتقد هم اخذوها يعني وتطرقوا ليها بشكل او باخر. استاذنك يا دكتور، بس لنا زميل عنده استفسار. اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله دكتور. يا مرحبا، عرف بنفسك أولا. وليد الشخصي. حياك الله. الله يحييك دكتور. دكتور لما نتكلم على دمج التكنولوجيا في المؤسسة التعليمية، نعم، هناك أكثر من خطوات وأهمها اللي هي الرؤية المستقبلية طويلة المدى. أحسنت. فلما نتكلم على هذا الأساس نحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة لفترات طويلة. أحسنت. هناك فرق بين التأهيل وبين التدريب. أحسنت. فرق هو وقت طويل لعملية دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية وفي المؤسسات التعليمية، وبذلك راح يكون فيه صعوبة في عملية التطبيق على المدى القريب، محتاج إلى وقت أكثر. في هذه الحالة دكتور، ما هي الأسس والقواعد لتسريع عملية دمج التكنولوجيا في التعليم أو في المؤسسات التعليمية؟ طبعا الأساسيات هي البنية التحتية، الموارد البشرية. نعم. لما نتكلم بشكل عام الخطوات والخطة، الأساس في الموضوع اللي هي التسريع، هل هناك أسس وقواعد نتبعها لتسريع عملية دمج التكنولوجيا في التعليم أو بالمؤسسات التعليمية؟ والله أنا راح أجاوبك على سؤالك من خبرتي الشخصية يعني ومن تجربتي الشخصية. يعني صراحة أنا أرى أنه العامل البشري دائما بناء الثقافة عند الأفراد مهم جدا. يعني كلما أسرعت في تغيير الثقافة في المؤسسة التعليمية نحو التكنولوجيا، كل ما كانت عملية دمج التكنولوجيا في التدريس عملية سريعة ومستدامة.
يعني مش بتكون وقتية أو زي صرعة يعني موضة بنسويها. ففي تجربة إلي مع مدرسة اللي ندمج التكنولوجيا داخل المدرسة بشكل كبير جدا، وجدت أنه أفضل شيء أنك أنت تتم مباشرة، يعني خلينا نقول تعمل إنجيج، يعني تدمج المعلمين بنشاطات يوظفوا فيها التكنولوجيا بشكل فعال، وتقدم أمثلة عملية بدون تنظير كبير مباشرة. أنا خلال شهرين يعني وجدت أنه في تغيير حتى في الثقافة، أنه صاروا المعلمين يميلوا إلى استخدام التكنولوجيا لأنها تخدمهم، وشعروا أنها بتريحهم في عملهم. إذا هذا الأمر استطعت أنك تزرعه داخل المؤسسة خلال مثلا عام، أتوقع عملية فيما بعد راح تكون أسرع وأسهل، ومثل ما تفضلت راح تكون سهل عليك تأهل كوادر، مش تدرب كوادر، تأهل كوادر. تفضل دكتور. معك سؤال أخير يا دكتور من عندنا ممكن؟ نعم أهلا وسهلا. سؤال أخير من عندنا دكتور بعد إذنك، هل يفضل إنه عملية الدمج تكون جزئية لما أجي أدمج مثلا في أي مدرسة أو نعم. أي مؤسسة تعليمية، أفضل إنه تكون عملية الدمج جزئية، بمعنى إنه أمشي خطوة وبعد ما يحصل التقييم يتم الارتقاء إلى خطوة أخرى، أم يفضل إنه عملية الدمج عملية تكون شاملة وكاملة بخطوة واحدة؟ هو تدر طبعا، شوفي هذا بيعتمد، الإجابة صراحة بتعتمد على حسب الأفراد الموجودين، حسب الموارد المالية، حسب إمكانيات المادية المتوفرة. إذا كانت يعني لكل موقف بنجاوب عليه بإجابة، لكن نفترض جدلا عندي مؤسسة تعليمية ما عندها تكنولوجيا نهائيا، الحل بيكون بالتدرج. المدارس اللي هنا من تجربة بعض المدارس اللي دخلوا مثلا الايباد او الكلاس ميت على الفصول، بدأوا في الاول مثلا في الصفوف الثلاث الاولى او في الصف بس صف اول ابتدائي، وبعدين صاروا يعمموا التجربة لما لمسوا نجاحها، لما لمسوا النجاح اللي قدمته. فحقيقة هنا بتعتمد على برضو عوامل ثانية، انه مثلا اصحاب القرار هل هم بدهم يدخلوا تكنولوجيا مرة واحدة، الموارد المالية كافية إلى آخره، فما بيحكمها يعني الإجابة عامل واحد، حقيقة في عوامل كثر تدخل في الموضوع. طب دكتور مفيد أستأذنك بس نعم. في إضافة بسيطة جدا، يعني تفضل سيدي. في عملية إدخال التكنولوجيا أو عملية الدمج بشكل عام، أنا شايف إن هي عملية معقدة جدا وعملية نعم أكيد جداً. ليها متغيرات يعني بشكل قد يكون غير محصور، يعني أكيد. يعني قد يكون احد اهم المشاكل اللي بتواجهنا لما نيجي ندمج التكنولوجيا طبيعه المحتوى اللي احنا بنتعامل معاه. صحيح. قد يكون محتوى غير مناسب لاي قيمه مضافه ممكن التكنولوجيا يعني تضيفه ليه، فبالتالي ممكن ساعتها الشكل التقليدي قد يكون هو الافضل والاحسن والاوفع والاسرع والاكثر فعاليه. يعني دي جزئيه. صحيح. الجزئيه الثانيه النظم العقيمه، وعذرا لما اقول كده، وفي اغلب بلادنا العربيه بمنتهى الامانه يعني في عمليات التقييم اللي بتتم للطلاب. اساليب التقييم اللي احنا بنتبعها لغايه وقتنا الحالي مع التقدير ورفع القبعه لما يسمى بالتقويم الشامل والمصطلحات الرنانه اللي ممكن تكون يعني واجهه كويسه، ولكن في النهايه الطالب بيضطر ان هو يحصل اكبر كم ممكن من المعلومات اللي ممكن يدخل بيه ويحصل اكبر درجه ممكنه. اذا الموضوع عندنا متداخل بشكل كبير قوي بجانب الموارد البشريه وبجانب البنية التحتية وبجانب القناعات السياسية اللي موجودة داخل. نعم صحيح. يعني هو الموضوع بصراحة متداخل، عشان كده لما حضرتك بتتكلم عن وضع خطة بالفعل هي هيبقى ليها محاور كتيرة جدا مفروض ان الطالب يتناولها لما يجي يبتدي يعدها او ان هو يتناولها بشكل صحيح. او باخر. لا شك، يعني هذه الاجابة عليها بنتركها على اساس انه في نهاية الفصل ان شاء الله. طبعا هي اجابة شاملة. نعم دكتور مفيد، يعني انا اولا بس عايز اشكر حضرتك، حياكم الله يا سيدي والله على التنسيق دوت، وانا عارف ان حضرتك جاي مخصوص النهارده. لا ولا احنا مخصوص، والعملاء التانيين متواجدين في منازلهم واصر ان هم يبقوا متواجدين النهارده، فجزاك الله خير. الله يحييكم يا سيدي، بشكر حضرتك جدا بشكل شخصي وباسم كل المجموعه
الله. وانا بصراحه بشكر المجموعه كلها وبشكر حضرتك على هذا اللقاء الشيق، وان شاء الله بلكي نكرره يعني ان شاء الله باذن. واحنا باي وقت يعني حابين نفتح مثل هيك ديبيت او نقاش او موضوع احنا حاضرين. ترى دكتور مفيد يعني احنا يمكن هنا دي تاني سنه للدفعه نعم. قاعدين معاها دلوقتي حلو. من السنه اللي فاتت واحنا بنحاول نرسخ في اذهانهم، الحمد لله وصلوا لدرجه متقدمه جدا ان المحتوى العلمي هو محتوى تشاركي بشكل او باخر، ممتاز. يعني من خلال اطراف مختلفه ومن خلال مداخل مختلفه، فقد تكون المحاضره بتاعت النهارده بثقافه بفكر مختلف وخلفيه مختلفه بتمثل اضافه، وهي بتكون الله يسلمك اضافه مميزه جدا. الله يخليك، جزاك الله خيرا دكتور. احنا بنتامل نكررها ان شاء الله عده مرات مش مرتين او ثلاث. احنا قلنا تبادليه بقى ان شاء الله. ان شاء الله احنا منا موعدنا معاك الثلاثاء القادم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ثلاث ارباع الدفعه. يلا حيهم يا سيدي. اهلا وسهلا، بيشرفونا والله. شكرا جزيلا دكتور، حياكم الله. اشكر كل الزملاء اللي في الاردن. يوصل ان شاء الله. ان شاء الله شكرا جزيلا. ان شاء الله.